السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمسيكم بالخير اليوم بالكباب الميوح، أحد الأكلات الحجازية المكاوية التي نشأت في مكة وانتشرت في الحجاز، اللي هو الكباب. وهذه الأكلة مثل الكور، من بقى فيها ولا زال قائم في عملها في مكة المكرمة العاصمة المقدسة الأستاذ رمزي الحربي، سوف نلتقي معه ويعطينا لمحة عن تأسيس محلهم الواقع في الجميزة قبل أرامات العاصمة المقدسة. مين قائم عليها حتى الآن؟ من متى بدأت؟ من يوم أبوه؟ من يوم جده؟ مين اللي قائم عليها؟ من إيش تكون؟ بداياتهم وتاريخها. بسم الله. مساك الله بالخير استاذ رمزي. يا مرحبا، مساك الله بالنور. اعطينا الان موقعكم فين؟ الموقع الرئيسي في الجميزة. الجميزة قبل الوالد كان في الخريق. أيوة. طبعا معروف. أيوة. على طريق المقبرة. الوالد ولادة فين؟ مكة. ايه فين في مكة؟ ايوه، أي حاجة. في شعب عامر. شعب عامر. أيوة. في البرحة. ايوه هناك بيتكم. ايوه هناك الاساس. انت وابوك كلكم تربيتوا في شعب عامر؟ ايوه تربينا في شعب عامر. واحنا فتحنا عيوننا ولقينا ابونا يسوي الكباب. كباب الميوح. كان في غيره؟ والله كان في ناس، بس سبحان هو الله هو اشهر. يعني ايوه يعني هو كان هو الوالد اسمه عبد الله الحربي. هو ايوه كان يعني في ناس وكانوا يقولوا ابوك يبيع اكثر مننا في السعر واحنا اقل منه، هو يغلي قبلنا. يجبر بسرعة. ايوه يجبر بسرعة واحنا اتقان الشغل. ايوه. كان محله فين؟ كان زمان تعرف هاي المكة كانت كرويتة يندروها ويبسطوا عليها. يبسطوا عليها. بعدين صار دكان ذيك الايام. اللي سوى الكمية اللي سواها باعها وسلامها. ايوه بس وخلاص ما في. ايوه ايوه. قناعة. كان كم ساعة اشتغلها ومشي. وراح في حاله. لا في الليل عادة. ايوه ايوه. اكله أيوه في الليل. ايوه اكله في الليل. مين بيحكي أيوه. الظهر؟ لا لا لا. ايش كان يقدم معاها مع الكباب؟ والطحينة حقته. طحينة. ايوه. تحط مع الطحينة حاجة ولا؟ لا لا الطحينة وطماطم. طحينة وطماطم طبعا بتصير بيض؟ بطريقة ولا ما لا سلطة البيض هذه الثانية. ثانية. اي اي اي. سلطة البيض وسلطة الطحينة اللي هي حقت الكباب. اي. ولا وجلس يبسط زي كذا ما سوى محل. لا بعدين يعني إيه؟ مدة بسيطة كذا. اي. بعدين أخذ دكان. فين؟ كان سبحان الله في الخريق. الخريق. كان دكان سبحان الله إيجاره 1200 ريال السنة. السنة يعني الشهر ب100 ريال. إيش محلات جنبكم كان عشان كان في عم أحمد سندي حق السلطة. إيه؟ سلطة البيض ترى ما كانت حقتنا هي أساسا. إيه 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 بس إحنا تقلنا سندي حق إيه؟ المطبق ولا غير؟ لا لا سندي غير. سندي حق السلطة البيض هذا سندي تاني بس يسوي سلطة. عم أحمد سندي بس سلطة يعني الكبار. سلطة بس عالم قنوعين كانوا الله. أول فيهم قناع. تخصص تخصص خلاص سلطة خلاص قنعان بالسلطة جنبك بالسلطة. الكباب تبغى والكباب يجي ياخذ من هنا الكباب وياخذ من المحلات جنبهم تتذكر؟ والله كان في الخريق كله مليان. عم عبد الله سندي في كان محمد شرف عم عبد المعطي بدور حسين سليماني مطبخ حسين سليماني كان اكل بيتي حسين سليماني كان اكل بيتي صح ايش يعني ادامات ايوه ادامات كانوا الناس يجوا يعني تحس انك انت بتاكل اكل بيت ملوخيه باميه ايوه 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 الناس هذول كان اكلهم نظيف تجيب الفوطه والسديري ناس كمل في محلاتهم وشيء تاكل لا عماله ولا شيء بنفسهم لا 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 بنفسهم ما في لا عماله ولا في شيء كان تتقينا احنا عيالهم كلهم يساعدوهم زي احنا اول ما بدانا كنا احنا ننزل مع ابونا ننزل في المحل اللي في الخريق المحل اللي في الخريق اللي يغسل الصحون انا بدات اغسل الصحون ايوه انا بدات مع ابوي بس هذا عملك كمان ذيك الايام صحون ما في صابون أيه. تحمي لك المويه زي الكاوي فورها وتقعد يفور المويه عشان تندر الزفر ايوه
ما له في لا والخريق هذا كان تراب. اي ما قبل الا ما في اسفلت، اقعد اكنس التراب وارش مويه عشان الغبرة لا اي تهيد الغبرة. سبحان الله. وايام بعدين راح الدكان في المشروع حق نفق السليمانية، طلعت على الجميزة. انت وقد ابوك؟ ايوه لا ابوي توفى الله يرحمه، رحمة الله عليك. ايوه انت اكبرهم؟ ايوه انا اكبر واحد. طلعت على الجميزة نفس المحل هذا؟ ايوه لا لا هو نفسه اللي الان موجود. هذا 38 سنة ما شاء الله، 38 سنة كمان 39 سنة. عام 1400 1402 في بداية ثلاثة طلعت الجميز. ايه والحمد لله من ديك الأيام. في فروع لكم غير هذا؟ في في الستين ايه في فرع، وإن شاء الله الشرائع كمان في فرع دحين. ايه بس بنوضبه ومنجهزه. ودنا جدة ما ودكم؟ والله فكيت في جدة ايه من 1407 إلى 1415 فترة كده، بعدين كده صار في تضايقات من العمالة وتعرف لما يكون صاحب المحل ما في يدقبقوا حقين البلدية. بس اكتفيت بفروع مكة. اكتفينا بفروع مكة والحمد لله. قلنا ما هي الكباب الميرو يتقدم معاه العيش؟ العيش والطحين. والطحين اي العيش والطحين. لما عم احمد سندي الله يرحمه ومات واولاده ما مسكوا الصنعة، سوينا احنا سلطة البيض. إيه؟ لانه كنا يعني ذيك الايام يقعدوا يشتغلوا قدامك كده عادي، فانا عرفت السلطه يعني هي هذه معروفه. إيه هذه سويناها. إيه والحمد لله ماشيه مزبوطه 100%. هي كيف استاذ رمزي ابو مين؟ ابو عبد الله. هو مين اللي ماسك المحل ده؟ عاطف. عاطف ولدك؟ ايوه ده عاطف. هو الخيط والمخيط على ما قال. إيه. ماسك صنعة أبوه وجده. إيه طبعا أنا إيه عاد هذا يقول إيه. أبا عن جد. أبا عن جد أبا عن جد. أبو أبوك لا. لا. هي لا لا. لأبوك. لا أبوك. لأبوك. كيف يعني إيش اللي يميز الكباب الميرو الطيب غير الطيب؟ القساوة ولا المكونات ولا؟ المكونات. تخدم تخدم الأكل هذا يبغاله خدمة تخدمه إذا خدمته. تاكل منه في اللحمه في الزيت في الدخول في كل شيء في شغلك في تتبيلك تتبيلتك في ابازيرك في كله يكون على نظيف على نظيف. دحين النادر النادر اللي يسوي لك حاجه ويعتني بيها صحيح. لكن انا لحد الان بهذا سني انا بنفسي افرم لحمتي اضبط اموري يعني كله بيدنا. بعدين ما شاء الله يا ابو عبد الله كباب الميرو تضرب لك نفر يلبد على المعده ما شاء الله يمسك يعني يمسك الجوع. ايوه الدخن كمان لا تنسى بعدين الدخن حاري حاري يعني اكله من الاكلات الحمد لله. ما شاء الله محلكم مشهور العاده يوم نجي من جده احنا معدين رايحين على الطايف واقف خلنا نمر الحربي خلنا ناخذ كباب ميرو وفي في يعني ناس في بعدين من الناس المعروفين كان الامير عبد الله الفيصل كان يجي ياكل الكباب عند ابويا كان يجي هو وكيله عبد الوهاب مؤمنه ويجوا ياخذوا الكباب عشان لعبد الله الفيصل ياكلوا حار ياكلوا. الامير ماجد من عشاق الكباب، الامير سلطان من عشاق الكباب، يعني سبحان دحين عندنا خالد الفيصل ما يسمع في الكباب الميرو ما شاء الله. ايوه ناس يعني الحمد لله. وانا كذا مره طلعت يعني محلات كبار ونسوي فيه الكباب احنا يعني مين كان عندنا في الطايف يسويه؟ والله كانوا يقولوا الزايدي عم خالد الزايدي الله يرحمه. ايوه الزايدي اللي من مكه هو سواه في الطايف. ايوه الزايدي سمعت عن الزايدي خالد الله يرحمه. والله ايش تنصح الشباب في المهن هذه اللي ما عاد فيها اغلبها عماله؟ انت ما تتاسس شوف المطاعم ما فيها شباب بناتنا شبابنا ما في والله ما في فعلا يعني زي دحين اصحاب الصناعه هذول فين عيالهم؟ يعني انت لو تيجي تنظر الان في مكه او في اي مدينه في واحد لسه لا زال على صنعه ابوه؟ قله ما في قله ما في قله ان كان هو بس عماد شرف الله يديه الصحة والعافية ما شاء الله ماسك صنعة أبوه مطبق. أيه. شرف اللي هو السندي ولا غيره؟ لا لا شرف غير أيه. السندي غير وبرضه عيال السندي بس ما بيوقفوا بنفسه العمالة
هي العمالة لكن عماد شرف ما شاء الله بيوقف برضو ما بيقصر. مين في كمان أكلات غير مكة بقيت؟ ما في تهيالي ما في. أنا طلبت بيني وبينك من المسؤولين، أنا لي جلسات مع الناس الكبار المسؤولين، بقول لهم يعني مكة محتاجة لمكان مجمع تجمعوا فيه أهل الصنع والأهل الأكلات الشعبية هذه، تجمعوهم كده في مجمع ويكونوا بيجار رمزي. أيوة بيجار رمزي وتشترطوا يكون سعودي. أيوة طبعا وغير إنه غير سعودي، بس المهم إن الصنع هذه زي أنت جيت أنا من الطائف والله أبغى أكل أكلات شعبية، فأنا أروح أدور راعي المطبق في الشرق، راعي كباب في الغرب، ماني عارف ايه. خلاص اجي مجمع هذا لما يكونوا مع بعضهم، اخش المجمع هذا فيه الكباب وفيه المطبق زي اسراب الطباخ اللي كان عندنا في السليمانية في الطائف، كل الاكلات سوق واحد، ابو نار موجود، المطبق موجود، الزلابية موجود، حتى يعني القيمات حقت الحي الاول الحاجات هذه القديمة. اتمنى بس ما تجاوبوا معايا والله، وجبت لهم مستثمر بس يدولوا الموقع. ايه يدولوا الموقع ويقولوا له هذا الموقع هيسوي فيه. أيه. والله جاهز، عندي آدم جاهز لانه يكلف ملايين. قلت له انت كمان تستفيد انك انت تسوي صاله، الصاله هذه تأجرها بإيجار رمزي، زي دحين انت عندك مثلا 40 نفر، والله نفسنا في كباب ميرو هيا امشوا، بيتي ما يكفي. ايه صالون عندي ما يكفي، اجيبهم على الصاله هذه على ازاله. الصالة هذه بإيجار رمزي مثلا ب 800 ب 1000 ريال ب 500 ريال، يتعشوا ينبسطوا ويقوموا ويسيبوا الناس يترفعوا. يعني هذه يبغى لها، لازم المسؤولين الكبار عندنا في مكة يفكروا في المجمع هذا، لأنه المجمع هذا أنا يتهيالي إنه حينجح 100%، بس إن شاء الله إنهم يطاوعونا ويسمعوا. يعطيك العافية أبو عبد الله وشاكرين أعطانا هذه الفرصة لهذا اللقاء، وأعانكم الله في هذا الاستمرار على هذه الصنعة إن شاء الله. إن شاء الله تبقوا عليها إن شاء الله. الله يديمك ويستر عليك. الله يكرمك.